أنا ابتسام من كازا، سمحوا فيا والديا وفارقين بيناتهم، وجيت من عند القايد. جيت والدي اللي ساكن في حي المحمدي، وجيت من حي المحمدي عند ماما عزيزة. من امتى وانت خارجة من داركم؟ عايشة شنو؟ دارنا خرجت من عندهم هادي عام. شحال عندكم من عندهم؟ عندي 36 عام. 36 عام و35 عام وانت عايشة معاهم؟ 35 عام وانا عايشه معاهم، واكله صاربه وكلشي. نهار اللي مات ليا جد الله يرحمه خرجت للشارع. قريتي شنو المستوى الدراسي ديالك؟ السادس ابتدائي، ودرت الخياطه ديال اليد، ودرت هذاك الشيء ديال السربايه ديال العراسات، وجلست. وعلاش تقلقوا؟ عندهم المشاكل بيناتهم. ماشي انا عرفت، من الدار. انا ولد خالي هو اللي جرى عليا من الدار، وخد عليا تليفوني وحرش عليا خوالي، قال لهم الدريه ما تبقاش عايشه معاكم، تخرج للشارع. ملي مشيت عنده طلبت من عنده السماح، ما بغاش يرجعني. على سمعتي شنو درتي؟ انا علاش تعرفت على واحد السيد، تعرفت انا على واحد السيد كنت كنبغيو داكشي، وسرقت شي حاجه من دارنا وعطيتها ليه. ما يعرفوا الحقيقه ديالي، دروا عليا. هذه هي الحقيقه ديالي. وهذا السيد هذا اللي تعرفتي عليه ما وقفش معاك؟ ما وقف معايا ما حتى شي حاجه. مشيت عنده قلت ليه راجل عليا، قال لي ما عندي ما ندير ليك، سيري الا عندك شي عائله ولا والدين سيري عندهم. قال لك بحال هكا؟ قال لي بحال هكا. كنت كنبغي وعطيت كاع اي حاجه عطيتها لي، وكان موعدني غيتزوج بيا وما تزوجش بيا، وعطيته فلوس، عطيته حاجه من دارنا، كلشي. شنو خديتي من الدار؟ خديت ليه، خديت حوايج كبار، خديت البلازما، خديت شحال من حاجه. البلازما كامله ديتيها؟ البلازما كامله ديتها. مي شبعتيها ولا عطيتها ليه؟ هو مشى باعها. وشنو كيدير هذا السيد هذا؟ كان خدام شنو؟ خدام في كذب عليا، كان خدام في، هو اصلا كذب عليا، قال لي انا خدام في شي شركه، هو خدام غير في الفلاح. ملي مشيت عند امو قلت ليها راه دار ليا ودك، قالت ليا حشومه عليك تشوهي وتعايري وتسبيه. هو ما اصلا كان كيضحك على البنات وكيتفلى، ما كانش كيبغيني بالمعقول. ومن غير الحوايج واش يعني كانت بيناتكم شي علاقه؟ كانت بيناتي علاقه، كان موعدني قال لي غنتزوج بيك من هادي عام، بس فارقت معاه. ما بقيتيش بنت؟ لا، وعارفيني دارنا وي. ما حملتش منه. ما حلو التليفون، عرفوني جديت من عند مصوره داك الشيء، ما حلو التليفون. قالوا لي انت بنتنا، ما نقدرش نديك البوليس، ما نقدر نديك شي حاجه. وخوالي وخالتي ديال برا هي طلبات عليا، ومشينا ديك لا رانا بيه، ما هرب لينا. هاد السيد باقي غير صغير، عنده 27 عام. انت عندك 36 عام وعندك، وضحك عليا طمعني شحال من حاجه. واش طمعك؟ شنو كيقول؟ كان كيقول لي غندير ليك وغنفعل ليك وغنتزوج بيك وغنفعل وغنترك وغنسريك الدار وغنسكنيه مع امي، وهادشي غير كذوب ونفاق، وحتى حاجه ما فيها حتى حاجه ما معقوله. ومن زوجت واحد صاحبه قال لي كيضحك على البنات كيتفلى عليهم، قال لي شحال من واحد دار لهم بحال هكا. ابتسام مسول، دابا والديك بخير مع بعضياتهم ولا مطلقين؟ والدي مطلقين، والوالده ما شحال هذه مسته. السبب ديال الخروج ديالك من الدار ماشي الطلاق ديال الوالدين، وانما هذا المشكل هو اللي السبب باش تخرج من الدار. ودابا كيفاش كتعيشي هنايا مع البنات؟ عايشه مزيانه، مهليه فيها ماما عزيزه، الخياطه، الطرز، الطبخ، وكلشي الحمد لله. يعني دابا الا خرجتي تقدري تعولي على راسك؟ نقدر نعول على راسي. تخدمي وتوش تكون عندك واحد الدخل خاص وتكري وتعيشي مزيانه؟ مزيانه. شكرا لك ابتسام. شنو النصيحه اللي تبغي توجهي للبنات في هذه القصه ديالي؟ انا عشتها بزاف في ساري، وعشت العذاب، والحمد لله على كل شيء. ملي جيت عند ماما عزيزه تهلات فيا، وكنطلب نطلب من هذه الوالده ديالي الله يهديها عليا، وتجي تطلع عليا وتشوفني راني محتاجه ليها. واما با مهلي فيا وكلشي كيطلع عليا، وكنطلب ان شاء الله بغيت نخدم ونكون كي البنات. الحلم ديالي هي نخدم ونكون زعما موفقة في أي حاجة.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.